بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أرحب بكم أعزائي الطلبة مجددا في مادة القانون الإداري. كنا قد استكملنا أساسيات القانون الإداري ومفاهيمه في اللقاء الأول، والآن ننتقل للفرع الأول الرئيسي لهذه المادة. لو تذكروا في المحاضرة الماضية ذكرنا أن مقرر القانون الإداري يتكون من ثلاث جزئيات رئيسية: تنظيم إداري، نشاط إداري، قضاء إداري. والقضاء الإداري سيكون محل دراستنا في مقرر مستقل بإذن الله. فالتنظيم الإداري سنركز فيه على المركزية واللامركزية الإدارية، ولكن قبل ذلك لابد من التمهيد بموضوع الذي هو موضوع دراستنا لهذا اليوم، وهو موضوع الشخصية الاعتبارية. الشخصية الاعتبارية موضوع أولي ومهم نتكلم فيه عن تعريف الشخص الاعتباري، نميز بين الشخص الاعتباري العام والخاص، نقارن ما بين الشخصية الاعتبارية الإقليمية والشخصية الاعتبارية المرفقية أو المصلحية، نعرف ونحدد ما هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية، وأخيرا نعرف طرق انقضاء الشخصية الاعتبارية. إذن موضوعاتنا أو محاور هذا اللقاء هي محاور خمسة: مفهوم شخصية اعتبارية المحور الأول، أنواع الأشخاص الاعتبارية المحور الثاني، معيار تمييز الشخصية الاعتبارية المحور الثالث، النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية المحور الرابع، وأخيرا انقضاء الشخصية الاعتبارية المحور الخامس. هذه هي المحاور الخمسية التي سيشملها لقاءنا لهذا اليوم. بداية، لو تساءلنا حول مفهوم الشخص الاعتباري، من أين أتى هذا المصطلح شخص اعتباري؟ فمعروف أن الشخص في نظر القانون هو كل كائن تتوفر فيه الصلاحية لوجوب الحقوق له أو عليه، بمعنى أن له القدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. هذا هو الشخص عموما. فلدينا أشخاص طبيعية وأشخاص اعتبارية. الشخص الطبيعي، الشخص الآدمي، له وجود مادي حقيقي، فكل فرد منا شخص له أهلية وله قدرة على اكتساب الحقوق، تحمل الالتزامات، يعبر عن نفسه. هذا هو الشخص الآدمي الطبيعي. فما هو الشخص الاعتباري؟ الشخص الاعتباري أو الأشخاص الاعتبارية هي عبارة عن جماعات أو هيئات ليس لها شخصية ذاتية مادية، ما فيش لها وجود يتحرك شخص آدمي الذي له وجود حقيقي. إنما الشخص الاعتباري هو في نظر القانون يعامل كشخص كما يعامل الشخص الطبيعي، فيقرر له الحقوق وتفرض عليه الالتزامات. من أجل نعرف هذا المفهوم بشكل أفضل، نعرف بعض أمثلة الأشخاص الاعتبارية. لدينا شركة في القطاع الخاص أو في القطاع العام، شركة قطاع عام أو شركة قطاع خاص. لدينا أيضا مسمى المؤسسة، لدينا المصلحة الحكومية، لدينا يعني في الإطار العام أو في إطار الأشخاص الاعتبارية العامة، لدينا الدولة أيضا كشخص اعتباري. نحن نقول أن الدولة لها شخص اعتباري ولها شخصية دولية يتم تمثيلها عن طريق رئيسها ويتعامل معها الدول الأخرى كشخصية اعتبارية لها استقلالها ولها سيادتها. فالأشخاص الاعتبارية عموما هي أشخاص نعتبرها كما لو كانت أشخاص طبيعية، بالرغم من أنه ليس لها وجود مادي، لكن نتعامل معها قانونا كمثل الشخص الطبيعي، فيكون لها أهلية ويكون لها حقوق ويكون لها واجبات ويكون لها قدرة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات. عزيزي الدارس، في ضوء ما ذكرناه من مقدمة، يمكن تعريف الشخص الاعتباري بأنه مجموعة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانون لها بالشخصية القانونية،
وبالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض. هذا هو تعريف الشخص الاعتباري. وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى نوعين. لدي أشخاص اعتبارية خاصة وأشخاص اعتبارية عامة. فما هي الأشخاص الاعتبارية الخاصة؟ هي الأشخاص القانونية التي لا تتبع الدولة. بل تتبع الأفراد والجماعات الخاصة، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق مصالح فردية خاصة تتميز من حيث طريقة إنشائها وخضوعها لرقابة الدولة، ويكون إنشاؤها بموجب قرار من السلطة المختصة، ومثالها الشركات التجارية، الجمعيات المدنية الخاصة، المؤسسات الخاصة إلى غير ذلك من المسميات. فهذه كلها أشخاص اعتبارية خاصة غير تابعة للدولة. النوع الثاني من أنواع الأشخاص الاعتبارية هو الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتميز بخضوعها لأحكام القانون العام، وتتمتع بحقوق وامتيازات السلطة العامة، وتنقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين: أشخاص اعتبارية إقليمية وأشخاص اعتبارية مرفقية. فالأشخاص الاعتبارية الإقليمية أهمها الدولة، الوحدات المحلية الأخرى كالمحافظات والمديريات. فالدولة ككل هي شخص اعتباري، وأيضا يتم توزيع الدولة إلى أشخاص اعتبارية اعترف لها القانون بالشخصية الاعتبارية، تنقسم إلى محافظات مثل محافظة صنعاء، محافظة إب، ذمار، عدن. كل محافظة من هذه المحافظات لها شخصية اعتبارية اعترف لها القانون بها. أيضا داخل كل محافظة من المحافظات لدينا أشخاص اعتبارية أصغر، وهي المديريات. ولدينا على مستوى الدولة ما يقرب من 300 مديرية، كل مديرية من هذه المديريات اعترف لها القانون بالشخصية الاعتبارية. فهذه هي الأشخاص الاعتبارية الإقليمية، تقوم على أساس إقليمي، على أساس جغرافي. النوع الثاني من الأشخاص الاعتبارية العامة هي الأشخاص العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة المرفقية أو المصلحية، وهذه تشمل الهيئات والمؤسسات وما يحدده القانون من جهات أخرى. فلدينا مؤسسات عامة ولدينا هيئات عامة. هذه الهيئات والمؤسسات اعترف لها المشرع المقنن اليمني بالشخصية الاعتبارية، فلها استقلال، وهذا الاستقلال يمكنها من أدائها لأعمالها على الشكل الأمثل. وهذا الاعتراف لابد أن يكون عن طريق القانون. فهذه هي أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة، وهذا عبارة عن مخطط يحدد أنواع الأشخاص الاعتبارية العامة، كما قلنا إقليمية ومرفقية. فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية الإقليمية لدينا الدولة والمحافظات والمديريات، أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية المرفقية فأهم أمثلتها الهيئات والمؤسسات العامة. عزيزي الدارس، كنشاط أول في هذه المحاضرة بعد أن استكملنا الجزء الأول منها، مطلوب منك أن تحدد 5 أشخاص اعتبارية عامة إقليمية، وأن تحدد أيضا 5 أشخاص اعتبارية عامة مرفقية، ومطلوب منك أيضا أن تحدد الفرق ما بين الهيئة العامة والمؤسسة العامة. ولك أن تلجأ في الإجابة على هذه الأسئلة إلى الكتاب المقرر أو المصادر المساعدة أو حتى الاستعانة بشبكة الإنترنت. فهذا التساؤلات الثلاثة مطلوب منك الإجابة عليها. ننتقل للمحور الثاني أو محور آخر، معايير تمييز الشخصية الاعتبارية العامة. قلنا أن هناك شخصية اعتبارية عامة وشخصية اعتبارية خاصة. التساؤل هو كيف نميز بين الشخص الاعتباري العام والشخص الاعتباري الخاص. فمسألة التمييز لابد أن تكون عبر معايير، وأن تكون هذه المعايير منضبطة. ننظر في المعايير التي ساقها الفقه للتمييز ما بين الشخص الاعتباري العام والخاص. المعيار الأول، معيار الجهة المنشئة للشخص الاعتباري، بمعنى أننا ننظر إلى الشخص الاعتباري
ومن الذي قام بإنشائه. فإن كان هذا الشخص الاعتباري قد أنشئ عن طريق الدولة أو أحد أفراد القانون العام، وزارات، هيئات، مصالح، إن كان من أنشأه شخص اعتباري عام فهو، إن كان من أنشأه فهي الدولة وكانت له امتيازات السلطة العامة فهو شخص اعتباري عام. أما إذا كان من إنشاء الأفراد العاديين فهو شخص اعتباري خاص. هذا هو المعيار الأول، ولكن هذا المعيار بمفرده لا يحقق التفرقة، لأن الدولة أحياناً قد تتدخل وتساهم في إنشاء شخص اعتباري، كمساهمة الدولة أحياناً في إنشاء بعض الجمعيات الخيرية، تقوم الدولة بإنشائها ثم تترك إدارتها للأفراد وتعتبر من أشخاص، من الأشخاص الاعتبارية الخاصة. فمعيار إنه من قام بإنشاء الشخص الاعتباري لا يحدد بدقة ما إذا كان هذا الشخص الاعتباري عام أو خاص. لذلك لجأ الفك إلى معيار آخر، وهو معيار العلاقة التي تربط الأشخاص الاعتبارية بالدولة. ووفقا لهذا المعيار، إذا كانت القرارات الرئيسية المتصلة بالمنظمة أو المؤسسة تصدر من الدولة وتخضع لهيمنتها، كقرارات الإنشاء والتنظيم والإلغاء ونظام العمل وقرارات تعيين كبار الموظفين والرقابة عليها، إذا كانت هذه صادرة من الدولة فإن هذا شخص اعتباري عام. أما إذا كانت غير ذلك فكانت الأشخاص الخاصة أو الجهات الخاصة هي من تتحكم في القرارات الرئيسية في هذه المنشأة، فإن هذا الشخص الاعتباري يعد شخص اعتباري خاص. إذن هذا معيار آخر، ولكن هذا المعيار أيضا يبقى رغم وجاهته غير جامع وغير مانع، حيث يكتنفه الغموض وعدم الدقة. لذلك لجأ الفقه إلى معيار ثالث، وهو المعيار المركب، بمعنى أننا لا نستطيع أن نحكم على الشخص الاعتباري وما إذا كان عاما أو خاصا إلا من خلال النظر إلى مجموعة من المعايير مجتمعة. فننظر أولا إلى الهدف من إنشاء الشخص الاعتباري، فإذا كان الهدف هو تحقيق المنفعة العامة كان ذلك مؤشرا أوليا، لا نستطيع الجزم، إنما كان ذلك مؤشر أولي على أنه شخص اعتباري عام. بعد ذلك يتم النظر أو البحث في مدى تمتعه بامتيازات السلطة العامة، فالسلطة العامة لها امتيازات لا تتوفر للقطاع الخاص، فإن كان متمتعا بهذه الامتيازات كان ذلك مؤشرا ثانيا على أنه شخص اعتباري عام. وأخيرا لا بد من النظر في مدى خضوع الشخص الاعتباري لرقابة الدولة ماليا وإداريا، فإن كان خاضعا لهذه الرقابة مع تحقق المؤشرين السابقين الذي هو مؤشر تحقيق المنفعة العامة والتمتع بامتيازات السلطة العامة، فإذا تحققت هذه المعايير الثلاثة مجتمعة كان ذلك دليلا على أننا أمام شخص اعتباري عام. عزيزي الدارس، بعد أن عرفنا معايير التمييز نجيب على هذا التساؤل، أو لديك تساؤل تجيب عليه للمحاضرة القادمة، هل يمكنك التمييز بين الشخصية الاعتبارية العامة والشخصية الاعتبارية الخاصة؟ هذا التساؤل مطلوب الإجابة عليه. ذكرنا أن هناك ثلاث معايير، واتجهنا من معيار إلى آخر، وعرفنا مزايا عيوب كل معيار من هذه المعايير، فمطلوب أن تحدد المعايير الثلاثة وتجيب على هذا التساؤل. ننتقل للمحور أو محور آخر من محاور هذا اللقاء، وهو النتائج المترتبة على التمتع بالشخصية الاعتبارية. إذا كنا قد حددنا الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وعرفنا معايير التمييز فيما بينهما، فإننا نتساءل ما هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة. هناك عدة نتائج نذكرها فيما يلي. أولاً، الاعتراف بالشخصية الاعتبارية لأي جهة معناه أنه يكون لها ذمة مالية مستقلة، فالجامعة، الشركة، المؤسسة، المصلحة، أي شخص اعتباري سواء كان عاماً أو خاصاً، إذا ما اعترفنا له بالشخصية الاعتبارية فسيكون له أولاً ذمة مالية مستقلة، ثانياً سيكون له أهلية قانونية، ثالثاً يملك حق التقاضي
رابعا يكون له موطن مستقل، خامسا له نائب يمثل أو يعبر عن إرادته. فإذا ما أخذنا أحد الأمثلة، أخذنا أحد الشركات، فنجد أن هذه الشركة لها حسابات، لها ذمة مالية، فتجد أن لها حساب في البنك باسمها، لها أهلية قانونية تستطيع أن تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات، تستطيع أن تقاضيها، تكون في مركز المدعي أو في مركز المدعى عليه، يكون لها موطن مستقل، فعندما تعلن الشركة تعلنها في موطنها المركز الرئيسي لها، أيضا لها نائب يعبر عن إرادتها وهو مديرها العام أو رئيس مجلس إدارتها أيا كان المسمى. هذه هي النتائج المترتبة على الاعتراف بالشخصية الاعتبارية سواء كانت عامة أو خاصة. هناك نتائج تترتب على الاعتراف أو على التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، لديها مزيد من النتائج فوق ما ذكرناه سابقا. فالنتيجة الأولى أنه يعد موظفيها موظفين عموميين. إذا ما قلنا أن هذا شخص اعتباري عام، معنى ذلك أن الموظفين التابعين لهذه المنشأة التي اعترفنا لها بالشخصية الاعتبارية موظفيها سيكون موظفين عموميين خاضعين لقانون الخدمة المدنية. الأمر الآخر، أموالها تعتبر أموال هذا الشخص الاعتباري أموال عامة، وسنعرف في اللقاء الأخير من هذا المقرر ماذا نعني بالأموال العامة وما هي النتائج المترتبة على اعتبار المال مالا عاما. أيضا تمتلك امتيازات السلطة العامة، تمتلك امتيازات السلطة العامة، معروف أن الأشخاص الاعتبارية العامة لها امتيازات. عندما نجد شخص اعتباري عام وشخص اعتباري خاص نجد أن هناك فرق فيما بينهما، فيستطيع التنفيذ الجبري، يستطيع نزع الملكية للمنفعة العامة، يستطيع التنفيذ المباشر لقراراته. كل هذه المزايا أو الامتيازات هي امتيازات السلطة العامة، لا تكون إلا للأشخاص الاعتبارية العامة. أيضا من النتائج المترتبة أن تخضع منازعاتها كقاعدة للقضاء الإداري. فإذا كان هناك منازعة بين شخص اعتباري عام وفرد من الأفراد، فإن من ينظر هذه المنازعة هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي، بمعنى في اليمن ستحال إلى المحكمة الإدارية. أخيرا تخضع للقيود التي يضعها القانون الإداري، فمعروف أن هناك مجموعة من القيود على الأشخاص الاعتبارية العامة لا توجد في القطاع الخاص. مثال ذلك إذا ما أرادت أن تتعاقد مع الغير بشراء أو توريد منقولات، فإن من الواجب عليها أن تخضع للمناقصة العامة، ولا تستطيع أن تكلف بشكل مباشر إلا في الحدود ووفقا للقيود التي حددها القانون. أخيرا نتكلم عن انقضاء الأشخاص الاعتبارية العامة. بداية قلنا أن الشخص الاعتباري الأول على مستوى الدولة هي الدولة نفسها، الدولة تعد شخص اعتباري. فمتى تنقضي الشخصية الاعتبارية للدولة؟ تنقضي الشخصية الاعتبارية للدولة بزوال أحد أركانها. معروف أن هناك ثلاث أركان للدولة: الشعب والإقليم والسلطة السياسية. فإذا ما زالت أحد هذه الأركان الثلاثة فإن الدولة تنتهي أو تنقضي. فمثال ذلك الاتحاد السوفيتي كان دولة وتفتتت، وهناك دول اندمجت فيما بينها، كان لدينا يمنان وأصبح هناك يمن واحد، ألمانيا الشرقية والغربية كان كل منهما شخصية اعتبارية كدولة، بعد الاتحاد أصبحت دولة واحدة. فتفتت الدول وتجمعها هو يأتي من زوال أركانها أو بعض أركانها. فكان هذا بالنسبة لانقضاء الشخصية الاعتبارية للدولة. أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الإقليمية والمرفقية فإنها تنتهي بذات الأداة التي نشأت بها. فإن نشأت بقانون فإنها تنتهي أيضا بقانون، وإن نشأت بقرار إداري فتنتهي أيضا بقرار إداري. فبالطريقة التي ينشأ بها الشخص الاعتباري أيضا ينتهي بها، فما نشأ بقانون فينتهي بقانون، وما نشأ بقرار إداري ينتهي بقرار إداري. بعد أن نكون قد استكملنا موضوعات أو محاور هذا اللقاء، يفترض أن نجيب على هذه الأسئلة.
الشخص الاعتباري له وجود مادي حقيقي مثل الشخص الطبيعي؟ أجب بصح أو خطأ. يمتلك الشخص الاعتباري العام حق التقاضي؟ أيضا تجيب بصح أو غلط. السؤال الثاني، اختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. تعتبر أموال الشخص الاعتباري العام أموالا عامة أو خاصة أو مختلطة؟ السؤال الثاني، من الأشخاص الاعتبارية الإقليمية، القرية، الهيئة، المديرية؟ سؤال مباشر، عدد النتائج المترتبة على التمتع بالشخصية الاعتبارية العامة. أيضا لدينا تدريب آخر مطلوب منك إنجازه، تقوم بالنزول عزيز الطالب إلى إحدى الهيئات أو المؤسسات في منطقتك، أي هيئة سواء كانت عامة أو خاصة، وتعرف ما هو الهيكل التنظيمي لها مع تحديد الممثل القانوني لها أمام الغير. هذا هو التدريب الثاني. خلاصة هذا اللقاء في نهايته، نكون قد تناولنا الشخصية الاعتبارية، ميزنا بين الشخص الاعتباري العام والخاص، حددنا بعد ذلك أنواع الأشخاص الاعتبارية، وتعرفنا على الشخصية الاعتبارية الإقليمية والشخصية الاعتبارية المرفقية. بعد ذلك تناولنا النتائج المترتبة على التمتع بالشخصية الاعتبارية، ثم تعرفنا على الطرق المختلفة لإنقضاء الأشخاص الاعتبارية سواء كانت إقليمية أو مرفقية. تكليف أخير في هذا اللقاء، مطلوب منك بالاعتماد على المراجع الإلكترونية أن تكتب بحثاً مختصراً لا يزيد على 5 صفحات تتكلم فيه عن معايير التمييز بين الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة. بذلك نكون قد أنهينا هذا اللقاء. اللقاء القادم بإذن الله سنتكلم عن المركزية الإدارية. إلى ذلك الوقت دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.